الانتصار ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة الانتصار للمقاوم تحية للمقاوم تحية للمقاوم تحية للمقاوم تحية يا حكام الهزيمة ويا حكام الهزيمة ويا حكام الهزيمة ويا حكام الهزيمة هي المنابر الحرة واللي جات كتغطي هذه التظاهرة اللي انضمتها الجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي كانت ذكرى بمناسبة ذكرى الذكرى ديال النكبة، ذكرى 75 ديال النكبة. وبالتالي هو كان تعبير من الجبهة على أولا تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتنديدها بكافة الجرائم اللي قام بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة. كذلك هي تعبير على الرفض ديالها القاطع لكل المحاولات ديال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني القاتل والغاصب اللي كنعتبروه في في في, في يعني في الجبهه المغربيه انه كيان محتل وغاصب وما يشرفش الانظمه ولا الشعوب انها توضع اي اتفاقيات معها كيفما كان حالها، لانها عتكون على دم الشهداء وكذلك على سنين او الاف السنين ديال الاسرى داخل السجون. وتحيه. بداية نشكر الجبهة المغربية لدعم القضية الفلسطينية على دعوتها ساكنة مدينة تطوان للخروج تضامنا مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له إخواننا في فلسطين. ندين كل إدانة هذه الهجمة الشرسة على الشعب الأعزل. نشكر جميع الشعوب الداعمة، نقول دائما دامت القضية الفلسطينية ودمنا لها ودامت الشعوب وفية لها. وتحية نضالية للجميع وشكرا. السلام عليكم. نحن في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في مدينة تطوان، أبينا إلا أن نلبي نداء الجبهة الوطني لنعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الجريح وعلى استمرارنا في مناهضة كل أشكال التطبيع حتى إسقاط الاتفاقية المشؤومة وحتى نصرة شعبنا في فلسطين. السلام عليكم. خرجت ساكنة تطوان هذا اليوم لاستجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أولا للتنديد بالعدوان الغاشم الذي يطال أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثانيا من أجل الترحم على شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في هذا العدوان الغاشم، ثالثا من أجل شد اليد على صمود شعبنا الفلسطيني وتحيته تحية عالية من أبناء المغرب الأقصى إلى أبناء فلسطين الحبيبة.